25 جنيه جميله جدا. ده برضه ب 40 135 جنيه 75 في لانجري سوري اسعار زمان 130 بكل 75 جنيه 130 جنيه ليه شغل الفيسبوك والاونلاين 70 جنيه تسكرينات ب 125 بالترنجات خروج لوكسل بصوا الجمال كل جمع بالروب ب 140 ايه ده 140 جنيه الحرمه برموده ب 75 60 جنيه ده الزبده دي يا جماعه ب 75 40 جنيه بالوان 70 جنيه على 75 جنيه 125 حلو قوي و 80 جنيه زي ب 60 جنيه ده النهارده ب 40 جنيه لا ده دي بكلوش البته دي ب 40 جنيه النهارده ب 75 جنيه على 95 جنيه 165 النهارده برضه 40 جنيه بس النهارده ب 140 تلقط وحده الله وصلى على النبي ولايك ليه 65 كده معانا على 40 جنيه 65 بصوا استكن وسط كده يا جماعه 65 جنيه احنا على 115 65 جنيه يا جماعه كل 65 جنيه تسلم بصوا ب 75 الله اللهم بارك فيه شغل كتير جدا كتير لحد اربعه ايه 65 نصين الترند 115 درسنج خروج ب 100 جنيه بصوا كده احنا على 80 جنيه بس ب 89 جنيه النهارده ب 110 36 جنيه اربع قطع رينج خروج على 120 يا جماعه ب 110 النهارده ب 85 جنيه يا جماعه الشتوي وعندنا الاسعار بتاعت زمان ده ب 85 جنيه ب 130 العرايس ده شغل لوك الجمال ده بكام النهارده؟ وحدوا الله وصلوا على النبي ليه؟ تركيب الالوان عامل ازاي؟ وكل حاجه موجوده بصوا الخروج الشتوي موجود طب من الشتوي نقول له الحق باسعار زمان وشحن داخل القاهره وخارج القاهره وفي انسه للرد والاستفسار على القناه نرجع نقول خصومات للكميات خصومات للعرايس خصومات للتجار خصومات للاونلاين واحنا تحت امركم وتنورونا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد يوم جديد عرض جديد عند السوري ازيك يا استاذ سيد ازيك يا باشا انت عامله ايه الحمد لله بخير الناس اللي بتنورنا الحمد على طول لله. من طرفي بمجرد ما بصور فيديو بينزل ما شاء الله ما شاء الله بتجي لنا ناس محترمه وبتجي لنا الله يخلي كل متابعينا محترمين الله يخلي كل متابعينك محترمين والله الله يخلي كل زول ازيكم يا شباب عاملين ايه الحمد لله يا باشا كل سنه وانتم طيبين وعرض جديد احنا النهارده هنصور حاجات جديده ان شاء الله ومفاجآت كمان تمام. واسعار جديده باذن الله هنصور لكم تشكيل جديد غير الثاني خالص بس احنا نبدا الاول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم العنوان الاول تمام احنا في العتبه شارع الجيش فوق مطعم كشر الامل تمام يعني لا حواري ولا شوارع ولا ممرات ولا شمال ولا يمين كشر الامل فوق كشر الامل مباشره شارع الجيش تمام العنوان بالتفصيل نصور اخر الفيديو يا جماعه وفي لينك تليجرام موجود في اول تعليق في الفيديو وفي كل صوره هتلاقي المقاس بالسعر بالخامه كل التفاصيل بالالوان بكل حاجه يا جماعه في لينك التليجرام في حجز وفي شحن داخل القاهره وخارج من اول قد ايه الشحن من اي حاجه اللي هم عايزينه احنا خدامين الزبون تمام وفي خصومات كمان ان شاء الله معموله للكميات والعرايس والعرايس والتجار والاونلاين وموجوده انسه بترد تستفسر عن المقاس عن سعر عن خامه عن لون كله وان شاء الله متاح تمام ان شاء ونبدأ الله ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ ونبدا بالصلاه على النبي الاول خامات الاستقبال بص كده معانا هنبدا مع بعض بالاستقبال زي كده بكام؟ بكام معانا؟ 125 125 استناي بقى ده ملسع يا جماعه الملسح كمان الملسع يا جماعه ب 125 جنيه ب 125 تسلم ايديك حلو قوي قوي اي حد كل ده ب 125 بالوانه بص كده يا باشا عامل 130 جنيه ده ب 130 بكل الوانه كل ده الوانه 125 وده ب 125 بالوانه تسلم ايديك ده معروض ده 130 جنيه ده معانا النهارده على 130 جنيه المقاسات لحد 4 اكس وده يا ابو 125 بالوانه تسلم ايديك بيك سايز موجود عندي 6 اكس هصوره برده دلوقتي تمام معاك ايه شكل كده زي كده اهو بكام ب 130 حلو يا وليد دي 130 تسلم ايديك معانا بيك سايز 35 جنيه دي البيك سايز ده البيك سايز يا جماعه الملسع بس لحد 120 كيلو ب 135 جنيه اسم الخامه المطبوعه الكريستال المطبوع كريستال يا جماعه الكريستال المطبوع زي ما انت شايف 135 135 البيك سايز 135 شويه يا باشا 140 جنيه دي النهارده معانا ب 140 تمام تسلم ايدك على 140 140 جنيه تاني برضه دي برضه النهارده على 140 جنيه 2 اكس 3 اكس 4 اكس لحد 4 اكس 4 اكس 140 جنيه لحد 4 اكس تسلم ايديك معاك ايه يا وليد برضه زي كده 140 جنيه برضو. دي برضو النهارده ب 140 جنيه لحد 4 اكس كله اي موديل بتشوفوه يا جماعه الوانه كلها متاحه تمام 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 تعالى نصف النهارده موجودة دي برضو مطرزه على 140 جنيه بالوانها واشكالها تمام ونعلى شويه طيب برضو عشان خان الناس ايه اللي بتحب الفخامه وبتحب الحاجات العاليه مقاسه كبير زي ما انتم شايفين حلو قوي زي ما انتم شايفين اهو كام الجمال ده؟ التلتر 165 جنيه بصوا الجمال ده يا جماعه 100 للكميات 165 للتجار تمام وخصومات للاونلاين 165 جنيه استنى بقى ده دي بكلوش 165 جنيه اهو بكلوش من تحت ب 165 جنيه ب 165 تمام كله ب 165 يا جماعه
وريني ايه معاك يا مصطفى. عظمه يا باشا 165 جنيه برضه كله ب 165 النهارده. تسلم ايديك. وريني يا وليد معاك ايه. شكل زي كده ب 165. ده قطان ب 165. ده قطان يا جماعه على 165. تسلم ايدك. بص 165 المراسي ده تنتر. انتوا شايفين المقاس. لا انا عايز اقول لكم المقاس قد ايه. انا عايز صوره بالحته دي ب 165. حد 165 165 جنيه بيك سايز يا جماعه. تسلم ايدك. بيك سايز يا باشا اهو ب 165. وريني اكس لارج. أربعة. استنوني بس زي كده. ما انتوا شايفينه اهو. أربعة. أربعة اكس لارج 165. 165 جنيه. بصوا الجمال ده. لا ارفع لي معلش كده. بصوا استكين وسط كده يا جماعه. 165 جنيه من اكس لحد 4 اكس. لحد 4 اكس ب 165. حاجه الحلوه 165 جنيه دي اللي عليها من الظهر برضه. 165 ب 165 تطريز ظهر ووش يا جماعه. 165 جنيه في من الوان. كل ده ب 165. تسلم ايديك. انا برضه زي كده ب 165. دي برضه ب 165 لحد 4 اكس. تسلم ايدك. تمام. الفسكوز 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 بمناسبه الصيف وحر الصيف للامهات وللمدامات وللعرايس وللتجار وللاونلاين 115 جنيه بس. ده ب 115 جنيه بس. بص الفسكوز ب 115. تسلم ايديك. عايز اقول كلمه بس بعد اذنك ان الفسكوز عندي سواء مصري او سواء المستورد انا بضمنه. يعني بقول للزبون خد واغسل والبس وجرب براحتك خالص وحط اللايك لام مكه. الله يخليك يا استاذ سيد. اللايك اهم الله يخليك. حاجه الله يخليك. لو اي حاجه بميتها هاتها في الشنطه كده بميتها مغسوله واللي دي باظت مني وانا عايز غيرها. تمام. اتفضل يا باشا احلى واحده. يعني بقى. النهارده الفسكوس يعني بالضمان. بالضمان سواء مصري او سواء مستورد. تمام. تسلم ايديك. بالضمان عندي. تمام يا باشا مصطفى. الاستقبال قشر السمك. قشر السمك. انا عايزه بس اقول لك بصوا التطريز كل ده النهارده ب 165. تسلم ايديك. تمام. 100 جنيه بس الفسكوز النص كم. النص كم النهارده ب 100 جنيه. ب 100 جنيه نص كم. بس معالج برضه ب 100 جنيه. تسلم ايديك. اهو الدريسات روانزا ب 115 جنيه برضه. دي ب 115 دريسات روانزا يا جماعه. تسلم ايديك. حاجه زي كده عامله 120 جنيه. دي بيك سايز يا جماعه ب 120 جنيه. مقاسات كبيره النهارده على 120. برضه ب 120 جنيه. بصوا كده كل ده ب 120 جنيه امهاتي بيك سايز. 120 جنيه الفسكوز. تسلم ايديك. ده جيب 6 اكس دي. عندي حاجه زي كده 3 زرار ب 120 جنيه. دي برضو 3 زرار على 120. في ناس بتستخدمها دريسات خروج. البنطلون الكارينه برضو بمناسبه الصيف والبرمضات. احنا بنقدم البنطلون لوحده اهو زي ما انتوا شايفين. كل صوره هتلاقيها على اللينك التليجرام موجوده الخامه والسعر والتفاصيل. تمام. بنطلون زي كده ب 70 جنيه بس. ب 70 جنيه. ب 70 جنيه بس. عايز اقول لكم في منه الشعبي ب 40 عشان تشوفوا رسوماته. اه ده الاول. ادي رسمه الاثنين. ادي 3 ادي 4 كل. تمام. دي رسومات البنطلون اهو. رسومات تانية اهو. كل ده ب 70 جنيه. ببلاش ببلاش ببلاش. ودي رسمه تانية اهي. كل ده ب 70 جنيه يا جماعه. ببلاش. والاسود الساده اهو. كله ب 70. كله النهارده على 70 جنيه. تسلم ايديك. معاك ايه يا مصطفى؟ دي يا باشا الزراير ب 110 بس. دي النهارده ب 110. ده دريس خروج. ب 110. في ناس بيستخدمها دريس خروج على 110. تمام. بيجيبوا لها حزام كده. وتمام. حاجه الدريس زي كده عامله 110 برده. ده دريس يا جماعه 110 برده. في منها بص كده ارفع لنا ايدك معلش كده. دي النهارده ب 110 دريس يا جماعه ب 110. تسلم ايدك. برده الوانه متاحه. ايوه كل حاجه موجوده. تمام. عندنا برده الشكل ده حلو قوي. ده برده ده بكابيشو. ده جديده دي معانا. دي بكام؟ كام معانا؟ ب 130 جنيه. بكابيشو استقبال على 130. جديده معانا شغل الكابيشو يا جماعه. تسلم ايديك. تمام. تركيب زي كده ب 165 جنيه. ده دي خروج رسمي يا جماعه. 165 جنيه. بص السي واي. بص زي ما انتوا شايفين ب 165 جنيه. تركيب الالوان عامل ازاي؟ دي سي واي يا جماعه على 165. تسلم ايديك بالوانها. هي الوانها اهي يا جماعه. كل ده على 165. تسلم ايديك. حلو قوي. معاك ايه يا مصطفى؟ خروج يا باشا على 150 جنيه. استك من على الصدر اهو. بصوا كده. لا ارفع لنا الكتف من فوق كده. ده بالوانها برضو. الوانها واشكالها. دي النهارده على 150 جنيه. تسلم ايدك. تمام. برضه قميص زي كده برضه. ده الاندونيسي. تمام. زي كده تعمل كام ب 120 جنيه بس؟ ده ب 120. ده بص يا جماعه فسكوز اندونيسي على 120. تمام. تسلم ايدك. حلو قوي. وبقول لك الحاجه السي واي ب 165 جنيه. انا بقول لك ب 155 جنيه بس. ده السي واي يا جماعه على 155 جنيه. حلو قوي. تسلم ايديك. عايز اقول لكم شغل الاستقبال هنا ما شاء الله اللهم بارك عليه. 155. ده 165. ده اندونيسي يا جماعه. ازدال الصاله المستورد ب 165 جنيه. اندونيسي مستورد. عنده منه المستورد. تمام. 165 المستورد. حلو قوي قوي. تسلم ايديك. والجلابيه المستورده برضه انا بقول ايه؟ بقول لك خد واغسل والبس وجرب بريحتكم وحط اللايك لام مكه. وبعد كده بص الجمال. وبعد كده ايه الجمال ده؟ حاجه زي ما انتوا شايفين الجمال والبركه. الجمال ده بكام النهارده؟ شايفين الجمال والبركه. ده لوحه دي بكام طيب قبل ما ترميها؟ ديت ببلاش. بكام النهارده؟
150 جنيه بس. دي النهارده في سكوز اندونيسيا يا جماعه، ثبت لنا ايدك ثانيه ناخد سكرين. دي النهارده ب 150 جنيه اندونيسي مستورد. تسلم ايديك، حلو قوي، تمام. 150 جنيه بس. تسلم ايدك. برضو ازاز زي كده يا جماعه في زون زبده، عامل كام معانا؟ الزبده بكام؟ ب 190 جنيه بس. ب 190 ده الفيزون، ب 95 سوري، ب 95 ده النهارده يا جماعه على 95 جنيه. تسلم ايديك. تقريبا نص كمل اندونيسي عامله 160 جنيه بقى. 160 جنيه ده درس نص يا جماعه نص. على 160 جنيه. تسلم ايدك. عايز اقول ان في تشكيل بقى استقبال كثير، استقبال بس عشان وقت الفيديو. تمام، لان المكتب ما شاء الله اللهم بارك فيه شغل كثير جدا جدا، فعايز اجيب لكم نبذه عن كل حاجه موجوده في المكان. كملوا الفيديو وانزلوا في التعليقات، وحدوا اللي يوصلوا على النبي ولايك للفيديو ده. هنيجي بقى الكورنر البيجامات العروض، ودخلنا بقى للبيجامات. تمام، البيجامات والعبايات، وزي ما انتم شايفين اللانجيري والشتو برده كمان موجود. تمام، هناخد نبذه عن كل قطعه في المكان بس عشان وقت الفيديو. وبقيه الموديلات على التليجرام انزلوا اشتركوا في التليجرام. طبعا هنتكلم في اول تعليق مثبت. كل مقاس بخامه بسعر بتفاصيل كلها على التليجرام. تمام، بقدم بيجامه زي كده. وفي بنوته قمر بترد عليكم يا جماعه وتستفسروا منها زي ما انتم شايفين كده، اللي بيقولوا عليها فتحه من على الكتف بنقول عليها ايه؟ اوف شولدر. زي ما انتم شايفين اوف شولدر. تمام، ب 75 جنيه بس. دي النهارده يا جماعه معانا ب 75 جنيه. رزق العرايس، العرايس والكميه. تمام، على 75 جنيه. 75 جنيه بس. تسلم يا بلاش يا بلاش يا بلاش. تحفه يا باشا ب 75 جنيه. ده النهارده معانا برده على 75. الجمال ده حلو قوي يا جماعه. 75 جنيه. كل ده النهارده على 75. العتبه هنا احنا نمبر 1. ب 75. تسلم ايدك. كده برضك عامله 75 جنيه. الفيلا ده يا جماعه رياضي حلو قوي. ده برضه ب 75 جنيه. لابس 85 90 كيلو. بألوانه يا جماعه. تمام، تسلم ايديك، حلو قوي. على 75 جنيه النهارده سكرينات. تسلم ايدك. حلو قوي. زي كده بكام؟ ب 75 جنيه برضه. بصوا كده الجمال ده برضه. لا واللون تحفه. كل ده النهارده ب 75 جنيه. تمام، السوري النهارده مدمر لكم الاسعار يا جماعه على 75. حتى برضه عايزين نوصل للعميل بتاعنا، للتاجر او الاونلاين او العروسه اللي بتجهز، ان عند الغالي وعند الرخيص، بس عشان بختصر عشان وقت الفيديو. تمام، قطعه زي كده زي ما انتم شايفين ب 225 جنيه. بصوا ده غنوه يا جماعه، حاجه محترمه. 225 جنيه زي ما انتم شايفين. ادي القطعه الاولى. تمام، زي ما انتم شايفين. ادي البنطلون اهو زي ما انتم شايفين، وادي الحزام. وادي الحزام 225. دي النهارده غنوه على 225. اسمها سنجل ليكرا. تمام، التاجر والاونلاين يعرفوا يعني ايه سنجل ليكرا، يعني قطن 100% وبالضمان. تمام، حاجه ب 225 جنيه، حاجه فخامه يعني، عند الغالي وعند الرخيص اغلى من كده برضه. هوريكم برضه وهعرض في الفيديو. تمام، تسلم ايدك. معاك ايه تاني؟ 100% قطن. دي قطن برضه. دي ب 130 عندنا الغالي وعندنا الرخيص يا جماعه. افرد لي البنطلون جنبها بس كده ببان. بصوا كده قلنا ب 130. دي النهارده ب 130 جنيه. تسلم ايديك. 130. عندي حاجه زي كده بيج سايز عامله 115 جنيه. دي بيج سايز يا جماعه. 115 جنيه بس. 115 جنيه بس. دي الالوان دي ب 115 يا جماعه. تسلم ايديك، حلو قوي على 115. جلابيه قطن زي كده ب 170 جنيه. ده ب 170. هتلاقينا كده الجلابيه دي. بصوا الجمال ده ب 170. دي النهارده على 170 يا جماعه، حلو قوي. ويقول له امسك الخامات زي كده، ده قطار تحفه، حاجه قطن، حلو قوي. معالجه يعني، ولا تكش ولا تهرول ولا توسع ولا تبهت ولا تعمل اي حاجه. انا تمام، بقول كمان تجرى لها اي حاجه بتاعتي. تسلم ايديك. معاك ايه يا وليد؟ عندنا برضه شكل تاني زي كده، ثلاث قطع. دي ثلاث قطع، حلو قوي. معلش افرد لنا كده الروب معاه. افرد كده، افرد معانا كده عشان يبان. خد القطعه الثانيه بتاعت التوب دي معاك. بصوا الجمال دي. ثلاث قطع عامله كام معانا؟ ثلاث قطع بكام؟ بكام النهارده؟ 40 جنيه بس. بكام هياخدها؟ ب 140. افرد لي بس الطب بعد اذنك كده يا مصطفى، ناخد سكرينات بالله عليك. قلنا ب 140. ثلاث قطع يا جماعه النهارده على 140 جنيه. التيشيرت والبنطلون ب 140 جنيه. ده عرض النهارده ب 140، ثلاث قطع لكل متابعين القناه. تمام، تسلم ايديك، حلو قوي. ب 140 انا بقدم الهديه دي ببلاش، اربع قطع برضه. اربع قطع افرد معانا. ببلاش 125 جنيه. اربع قطع. ادي القطعه الاولى 135 جنيه. 135 يا جماعه. تمام، 135 جنيه. ركزوا معانا في الاسعار. 135 جنيه. اديله بس افرد معاك، تعالى افرد معانا كده الاربع قطع. 135 جنيه زي ما انتم شايفين. بصوا كده هات لنا الشورت اللي على كتفه البند ده زي ما انتم شايفين. قلنا بكام؟ 135 جنيه. بصوا يا جماعه اربع قطع، اربع قطع ب 135 اهو. كل ده ب 135 جنيه. اعدل لنا الوش ب 135 جنيه. اربع قطع يا جماعه بالهوت شورت. تسلم ايديك، حلو قوي. تمام، تسلم ايدك. بس عشان وقت الفيديو بس احنا بس بنديكم عينه من الشغل الموجود. تمام، كام ب 135 جنيه؟ ب 135 الوانه موجوده كلها. بصوا كده البنطلون رصاصي. انت مزعلك البنطلون في حاجه ما بتفردوش ليه؟ بص في التيشيرت معلش.
طب افرض لنا التيشيرت معايا ب 135 135 بصوا كده يا جماعه ادي الموديل كله كل ده النهارده تمام ب 135 جنيه رزق العرايس ده شغل لوكس تسلم ايدك تمام عندنا برده المفاجاه دي بصوا كده معايا عندنا برده المفاجاه دي الجمال ده النصين الجديد ده ب 135 وانا نقول ب 110 على 115 جنيه ب 115 البنطلون معاه بعد اذنك يا وليد البنطلون 10 ياخد سكرينات بس تجيب جامه كامله يا جماعه 115 جنيه بس دي النهارده معانا على 115 جنيه شغل ترندات والله يا جماعه حلو قوي قوي وكلها تجيب 2 اكس إيه؟ تجيب 2 اكس في التلبيس 95 ل 100 كيلو تمام تسلم ايدك معانا ايه صور دي كمان الهديه دي كمان لا تعالى انت بتيجي بالثلاث اربع قطع معانا ايوه تمام كده بص انا بجيب الهدايا بس تعالى يا مصطفى بعد اذنك كده زي ما انتوا شايفين كده عايز الصور بصوا ده طقم يا جماعه زي ما انتوا شايفين في اللبس تحفه تعالى لنا كده وادي البادي وادي الاندر شيرت وادي الروب وادي الروب دي تلقطة زي ما انتوا شايفين تمام بس في ناس بتقول اربع قطع عشان تحسب الحزام لا 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 الحزام هدية دي تلقطة ب 140 جنيه يا جماعة بجمع بالروب ب 140 جنيه وارجع واقول في خصم خاص للكميات في خصم خاص للعرايس في خصم خاص للتجار في خصم خاص للاونلاين تسلم ايدك بس انتوا تنورونا وفي انسه موجوده للرد والاستفسار وللحجز عن اي حاجه موجوده كل ده ب 140 تلات قطع في لينك تليجرام موجود في اول تعليق في الفيديو تسلم ايدك عندنا برضه حاجه زي كده البراندات والترندات يا جماعه القطن دي غنوه يا جماعه بصوا دي تلات قطع بص الحته عامله ازاي بصوا دي القطع اللي فوق 245 جنيه بس بصوا كده الخروج يا باشا وده ب 245 يا جماعه بص يا باشا النصين حلو قوي ب 245 بالاندر شيرت بتاعه 245 245 تسلم ايدك تمام معاك ايه عندي حاجه خروج زي كده دي خروج 195 جنيه بص احنا بنجيب لكم عينه من كل حاجه خروج وبيتي 195 جنيه بصوا ده خروج يا جماعه ب 195 بالوانه 95 كيلو تمام مقاسات برضو كل حاجه موجوده ب 185 195 سوري تمام تسلم ايديك حلو قوي معاك ايه النصين يا باشا 115 بس ده جديد قوي برضو معانا حلو قوي قوي بص البنطلون نصين 115 بصوا كده معانا تحدي لاي حد يقول 115 استنى لنا بقى خليك فارد لي من الكتف عدل ده النهارده معانا ب 115 يا جماعه النصين الترند حلو قوي قوي في اللبس تسلم ايدك معانا ايه يا وليد عندنا برضه حاجه تانية زي كده اهو حلو قوي اللي يشوفها يقول جيم بسود بس هي مش جيم بسود ايه اللي يشوفها يقول سلوبيتا بس هي لا مش سلوبيتا عامله كام معانا بكام 165 جنيه 165 ده خروج 165 جنيه والبنطلون الخامه تحفه يا جماعه حلو قوي شوف بصي 165 ده ترنج خروج على 165 جنيه تسلم ايدك تمام استاذ سيد جاي لنا بالخير كله جاي لنا بالخير الحماله ده ب 35 جنيه بادي حماله ب 35 جنيه قطن حماله يا جماعه بادي حماله قطن ب 35 جنيه زي ما انتم شايفين قطن زي ما انتم شايفين والله العظيم الخامه تحفه 35 جنيه بس اهو ده النهارده قطن ب 35 جنيه تسلم ايدك تمام ومعانا ايه تاني عندي منه النص كم ب 40 جنيه وانا عندي النص كم ب 5 النص كم ب 40 والحماله ب 35 حاجات قطن 10 على 10 والله خامته حلوه قوي يا جماعه اهو اهو ده قلنا ب 40 جنيه ب 40 جنيه بس تسلم ايدك تمام 40 جنيه بس طب ثانيه واحده عندي نكمل معاه طيب ده ثانيه واحده ممنوعات يا باشا ده هريب جمارك تمام 95 استنى لي فريد لي البنطلون بصوا الجمال يا جماعه لان البنطلون فيه شغل حلو قوي والله حاجات دي حاجات لوكس افرض بقى كده 295 بصوا الجمال كل ده النهارده ب 295 جنيه مستورد يا جماعه تحفه ده تسلم ايدك زي ما انتوا شايفين كاش ب 55 جنيه بس كاش ب 55 جنيه 55 جنيه حلو قوي تسلم ايدك 55 جنيه وفي ترنج معانا ده اهو ترنج جميل جدا قطن برضه سنجل لكره ده لحد 2 اكس وده المقاس الصغير سنجل لكره زي ما انتوا شايفين بكام 240 جنيه بس تسلم ايدك تمام زي ما انتوا شايفين واللون عندي الغالي وعند الرخيص تحفه ده حلو قوي عند الغالي وعند الرخيص ده النهارده ب 240 جنيه 240 جنيه تسلم ايدك تمام حلو قوي 240 جنيه بس تمام عندنا برضه مدلل زي كده حلو قوي سولاج تمام ده شغل عرايس قوي الجمال ده 175 جنيه ب 175 بصوا البنطلون يا جماعه البنطلون بتاعها مشجر ازاي الخامه تحفه افرض لي تاني 175 جنيه يا باشا بصوا ده النهارده ب 175 خدوا سكرينات ب 175 جنيه رزق العرايس الشغل ده لوكس قوي يا جماعه بتاع العرايس ب 105 ده شغل الفيسبوك ده شغل الفيسبوك والاونلاين بص يا جماعه ب 285 جنيه شغل الفيسبوك والاونلاين حلو قوي تسلم ايديك مقاساتها كلها موجوده والوانها كمان التايجر يا باشا التايجر ده خروج ده خروج يا جماعه خروج يا باشا بصوا ده ايه لحد 2 اكس برضه لحد 2 اكس
تمام حلو قوي قوي. وفرد لي البنطلون. مفاجأة بقى لكل عروسة اسمها جانا، هتاخد خصم عليه مخصوص. تمام. في 75. افرد لي طب التيشيرت تاخد سكرين. ادي التيشيرت. بصوا للي جانا ومش جانا ب 175 جنيه النهارده. جانا مخصوص بقى ناخد خصم عليه. 175 يا جماعة. عندي جلابية تايجر دي برضو. العباية التايجر. جلابية تايجر زي كده ب 105 بس. جيب 105. 105 بس. شكلها حلو قوي. شايفين الظهر عامل ازاي؟ ده تمشي سواريه كمان يا جماعه. تمشي سواريه، تمشي بيتي، تمشي زي بيتي يعني قصدي بيتي لانجري. زي ما انتم شايفين الظهر بتاعها برضه. 100 وكام؟ 105 بس. 105 تمشي لانجري سوري. اسعار زمان عندنا زي ما هي. ب 105 يا جماعه. 105 بس. تسلم ايديك. ودي شكلها برضه في اللبس زي ما انتم شايفين. تعالى لنا يا وليد معاك ايه؟ عندنا برضه ترنج زي كده يا جماعه. الترنج ده. الخروج ده بكام؟ ب 190 جنيه بس. ده ب 190. 190 جنيه بس. ورينا كده. اول حد 2 اكس برضه يا جماعه. البنطلون تحفه. تسلم ايدك. كل ده معانا النهارده على 190 جنيه. ترنجات خروج لوكس يا جماعه. تسلم ايديك. تمام. معانا ايه تاني؟ الزهره النص كم نازله جديد ب 175 بس. تمام. 175. بصوا كده معانا. 100%. تمام. سنجل اللي كان امسكها يا باشا. 175 بس. حلو قوي قوي. دي في رجل التيشيرت كمان. التيشيرت بتاعه. كل ده النهارده معانا على 175 جنيه. شغل البراندات والترندات. نشوف معانا مكان تاني جديد. مكان طب نكمل نفرد دول بس. عندنا برضه حاجه زي كده يا جماعه. الكاش ده الربيعي يا جماعه. ازي يا جماعه؟ جميل جدا. الربيع حلو قوي. 85 جنيه. الكاش الربيعي يا جماعه ب 85 اللي هو الكباسين. الكاش القديس ابو كباسين. تسلم ايديك. حلو قوي. جميله جدا. تسلم ايدك. واللي معاك دي حلو قوي. تعالى لي كده. خد بالك ايه؟ زي كده عامله 155 جنيه. ده خروج يا جماعه. ده خروج ب 155 جنيه. هياخدوه خروج ب 155. تسلم ايدك. هلف معاك ونكمل في مكان تاني كده. مكان تاني. الكاشات والجمال ده. الجمال ده. قصير. لا وسيبنا دي بس كده. وعلنا دي بس كده. دي كامل بيجامه دي. بيجامه برامودا زي كده يعني ولا 150 ولا 140 ولا 130 ولا 120 ولا 100 ولا 90 ولا 80 ب 75 جنيه بس. دي بيجامه برمودا ب 75 جنيه. زي ما انتم شايفين ب 75 جنيه. حلو قوي يا جماعه. ده مقاساتها لحد 2 اكس. زي ما انتم شايفين. تسلم ايديك. ده اصغر مقاس. 75 كيلو. عشان يبقى في مصداقيه في التعامل. تمام. يعني مقاساتها صغيره يا جماعه. 75 جنيه. تعالى لنا كده. 75 جنيه. دي برضو شكل تاني على 75. مطرشه من الموديل الجديد المطرشه. تمام. اهو 75 جنيه. افرد لنا طيب عدل يا مصطفى ما خدناش سكرين. كل ده ب 75 جنيه. ولع زباينك. 75 جنيه. بصوا ب 75 جنيه الشغل الجديد. تسلم ايديك على 75. 75 والكاشات. تمام. ونعرض الكاشات. تعالى لنا كده. ده كاش جديد ده معانا. 70 جنيه بس الحته. بصوا الكاش ده يا جماعه معانا على 70 جنيه. انا عايز اقول لكم ان هو قلوش من تحت. جميل جدا. بصوا ب 70 جنيه. ده ب 70 جنيه بلاش. حلو قوي. زي كده ب 70 جنيه. بصوا ده برده. اهو زي ما انتم الكاش ده برده يا جماعه على 70. ونقول خصومات كمان للكميات والعرايس والتجار والاونلاين. انا عايز اي حد بس كده ينافسني ويقول لي انا بيع بالاسعار دي. ده ب 70 جنيه. ب 70 جنيه بس. تسلم ايديك. ب 70 جنيه بس ببلاش. بصوا لنا كده. تعال لنا كده. 70 جنيه اهي. حلو قوي. فريدي بس الكاش حلو. كمان ب 70 جنيه. كل ده النهارده معانا على 70 جنيه. تسلم ايدك. واللي معاك ايه؟ المروحه ب 70 جنيه اهو. ده مروحه يا جماعه عامل معانا 70 جنيه. بس لوحدي ده ب 70. تمام. تسلم ايدك على 70. جامع زي كده ب 115. 115 دي بنطلون اهو. الصوره اهي موجوده اهي. 115 جنيه بس. كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين. 115 بنطلون. افرد التيشيرت بس ناخد السكرين عليه. زي ما انتم شايفين اهو. 115 ده الشغل لوكس يا جماعه على 115. قطن حاجات معالجه اللي تبوظ منه حاجه بتاعتي. تسلم ايدك. انا بدي بالضمان. تمام. واحنا زي ما عندنا الغالي عندنا الرخيص. ونخش شويه ناخد نبذه عن اللانجري عشان وقت الفيديو. تمام. عشان ما يطولش بس. وعايز اقول ان في شتوي كمان. طب ورينا اللي معاك. لا ما تفتحهاش وخليك تشيل ابدا. عندي حاجه زي كده عامله 115 جنيه. بص حط لي البنطلون جنبها. الجملات الثانيه برده ب 115 جنيه. كل ده النهارده على 115 يا جماعه. الشغل ده ب 115. تمام. ورينا اللي معاك. جلابيه زي كده يا جماعه. الزبده دي جلابيه الزبده اللي كله بيدور عليها. تمام. تحفه يا جماعه. سعرها تحفه ب 75 جنيه بس. لا ارفع لي كده. دي ب 75. العبايه الزبده دي يا جماعه ب 75 جنيه. طب والله تحفه. حلوه قوي. معاك ايه يا باشا؟ 110 بس. القط اس ار بيعمل عروض حلوه. اس ار ده اعلى من الاعلان. قلنا ب 110 دي النهارده ب 110. هي مش نفس الصوره يا جماعه. ايوه كده. تمام. هي كده ب 110. تسلم ايدك. تمام. ورينا العبايه اللي معاك. التايجر يا باشا اهي. التايجر اللي كله بيدور عليها بكام؟ بكام؟ 85 جنيه. ب 85 جنيه زبده يا جماعه. على 85. تسلم ايدك. حلو قوي. 85 جنيه والله تحفه. وانت معاك ايه طيب؟ ورينا كده. عندي حاجه زي كده عامله 85 جنيه برضو. دي برضو ب 85. 85 جنيه برضو كاهي. بتلبس اي مقاس. اه دي مقاس كبير يا جماعه. اي مقاس اهي. ب 85 باشكالها يا جماعه. 85 جنيه بس. كل ده ب 85 جنيه. رزق العرايس النهارده
والامهات على 85. عايز اقول لكم السوري عامل لكم عرض جامد جدا. 95 معلش يا جماعه 95 مش 85. 95 واللي فات 95 85 دي بس اللي 95 بصحح لكم عشان لو حد جاي بس على حاجه. ايوه عشان ما حدش يقول غيرنا في الاسعار. تمام. الزبده عامله 90 جنيه. دي اللي عامله زي الدرس من فوق يا جماعه. الزبده قلنا عامله كام؟ عامله 90 جنيه بس. دي النهارده ب 90 جنيه. تسلم ايدك. عندي السلوبيتا زي كده المقاس المحير برضه. سلوبيتا مقاس محير زي كده ببلاش. بكام؟ ببلاش بكام؟ ب 40 جنيه بس. السلوبيتا دي ب 40 جنيه. سلوبيتا محيرات ب 40 جنيه. تمام. عندي ثلاث موديلات منها او اربع موديلات. ادي موديل. في الموديلات الثانيه وعندي الموديل الشبك بتاعها زي كده اهو. ده برضه ب 40 جنيه. ب 40 وعند الموديل الالوان برضه زي كده ب 40 جنيه. بس عشان وقت ده لانجري اهو. ده اللانجري برضه تحفه جدا. كام ده برضه؟ كل ده ب 40 جنيه. بصوا كل ده النهارده ب 40 جنيه. بصوا كل ده النهارده ب 40. كل ده كده كل اللي فوق ده يا جماعه 40 جنيه. قميص زي كده ب 40 جنيه. ده برضه معانا على زي ما انتم شايفين اهو. اهو في التايجر زي دي. قميص تايجر ده طويل ب 40 جنيه. بس كل ده معانا على 40 جنيه. ب 40 جنيه بس. تسلم ايديك. ونتحرك ونروح مكان تاني برضه. نروح مكان نكمل معاكم العرض. انزلوا في التعليقات بقى وحدوا الله وصلوا على النبي ولايك كتير للفيديو ده. جينا لكم كورنر تاني باسعار تانية. مكان تاني برضه في اسعار تانية واسعار هتعجبكم ان شاء الله. اسعار هاديه بجامة زي كده. الاسعار الهاديه. تمام. الاسعار اللي في المتناول الايد. اللي عايزه تهادي بنتها عشان نجحت واللي بنتها عايزه تجيب طقمين عشان تقضي بيهم الاجازه بنقول لها البيجامه بكام؟ مش هنقول 120 ولا 110 ولا 100 ولا 90 ولا 80 ولا 70. 65 جنيه بس. بصوا البيجامه دي النهارده ب 65 جنيه. 65 تسلم ايديك. تمام. 65 جنيه بس. بصوا كده معانا دي برده النهارده ب 65 جنيه يا جماعه. عندنا برده التحفه دي برده يا جماعه ب 65 جنيه. دي النهارده برده معانا على 65 جنيه. تسلم ايديك. المقلم يا جماعه 65. حاجه زي كده ب 65 جنيه بس. شيل لنا الصوره. 65 جنيه. بصوا البيجامه دي ب 65 جنيه. تسلم ايديك. الوانها كلها متاحه برده. تمام. معانا يا استاذ سيد ب 65 جنيه برده. تمام. البنطلون مقلم والبايت بتاعها مطبوع اهو. كل ده النهارده ب 65 جنيه البيجامه يا جماعه. ب 65 جنيه. سكرينات كل ده ب 65. هنفذ بيها اي حاجه. تسلم ايدك. معاك ايه يا وليد؟ ب 65 جنيه. برضه قطعه تانيه زي كده اهو تعمل 70 جنيه بس. دي النهارده ب 70. دي اللي هي مطبوعه. قرب لنا بس كده مطبوعه من هنا يا جماعه. حلو قوي. واوف شولدر من فوق. تمام. دي النهارده ب 70 جنيه. تسلم ايدك. يعني شويه يا باشا ب 80 جنيه بس. دي النهارده ب 80. اشكالها موجوده اكتر من خمس اشكال والوانها كلها موجوده. تمام. كل ده على 80 جنيه النهارده. تسلم ايدك. تمام. بصوا كده برضو ده حاجه زي كده يا جماعه. قرب لنا كده. ده خروج كده. خروج بكام؟ تمام. ب 100 جنيه بس. ده النهارده حاجه زي كده ترنج خروج ب 100 جنيه. ترنج خروج ب 100 جنيه بس. تسلم ايديك. حلو قوي قوي. تسلم ايدك. تفضل تشوف كل الموديلات والاشكال وبالوانه برضو موجوده. تمام. تسلم ايدك. والله العظيم بنقدم حاجات تحفه التحفه. ايه الجمال ده؟ احنا مش بنشكر في حاجتنا عشان حاجتنا احنا بنشكر في حاجتنا عشان حاجتنا على الواقع. ب 65 جنيه. ده النهارده ب 65. بصوا يا جماعه دي ب 65 جنيه. حلو قوي. دي تسلم ايدك. ب 65 جنيه بنطلون برمودا زي كده. حلو قوي. مش فيها اي حد. تمام. على 65. بس انا بشكر في حاجتي عشان قدام ايدي وبسيبها وبشوف التليجرامات. انا بروح على التليجرام. لينك التليجرام موجود في اول تعليق. كل صوره هتلاقي المقاس بالخامه بالسعر بالصوره بالتفاصيل كلها. تسلم ونرجع ونقول خصومات للكميات، خصومات للعرايس، خصومات للتجار، خصومات للاونلاين. تسلم ايدك. انا شايف ترنج الشانيل يا باشا عامل 100 جنيه. بصوا ده النهارده معانا على 100 جنيه. كلها الاسعار كلها موجوده والخامات كلها. 90 كيلو يا باشا. تمام. ب 100 جنيه النهارده معانا. عندي حاجه زي كده عامله 85 جنيه بس. ده ايه الجمال ده؟ حلو قوي. 85 جنيه بس. استنى لنا كده. 85 جنيه في منها الوان ومقاسات. ده النهارده يا جماعه بالوان ومقاساته ب 85 جنيه. تسلم ايديك على 85. معاك ايه يا وليد؟ يا جماعه كاش كده اهو. ده 65 جنيه يا باشا بتوع. بصوا حلو قوي ده والله. 65 جنيه. ده كاش طويل يا جماعه. كاش يا باشا. بص يا باشا بيلبس معاكي من 75 ل 80 كيلو. نجيب معانا. حلو قوي. افردني بس من الكتف ناخد سكرين. قلت بكام؟ حاجه زي كده اهو. بكام يا وليد؟ ب 65 جنيه. ده قطن يا جماعه. قطن يا باشا. على 65. تسلم ايدك. حلو قوي. النوادي. النوادي والخروجات. بصوا كده الهدايا. ترنجات الخروج يا جماعه. النوادي والخروجات والمصايف. ترنجات خروج 120 جنيه بس. ترنج خروج على 120 جنيه. 120 جنيه بس. حلو قوي اهو. وادي البنطلون اهو زي ما انتم شايفين. 120 جنيه بس. تسلم ايدك. حلو قوي. 120 جنيه بس يا جدعان ببلاش. تمام. تسلم ايدك. معاك ايه تاني؟ وعندي المايو الشرعي برضه عشان نبدا المايو يا جماعه. المايو الشرعي يبدا عندي من 75 جنيه الاطفال. المايو ب 75 جنيه. يبدا عندي من 75 جنيه الاطفال. الاطفال يا جماعه. والحريمي وعندي الحريمي يبدا من 150 160 170 لحد 250 جنيه. تمام. ناخد نبذه برضه عن الحاجات دي كلها برضه. ناخد لمحه عنه برضه بس اللي فتحوا الحاجات دي نعرضها معاهم.
كم معانا دي؟ بره يا باشا عامله 85 جنيه دي النهارده ب 85 جنيه تمام. والترنج اللي معاك عامل كام؟ بصوا حاجه زي كده عامله 80 جنيه بس دي برده ب 80 عامله 80 جنيه بس. بصوا كده معانا الثاني برده ب 80 جنيه بس دي النهارده معانا على 80 جنيه حلو قوي. جابوا لكم الزرافه بدل البقره 85 ب 80 بس 80 جنيه دي ب 80 يا جماعه ده حلو قوي برده يا جماعه كذا زي كده يا باشا بيك سايز الجمال ده اللي بياكل محشي عندنا برده بالمقاسات بتاعته ومالوش دعوه بالمحشي هو عبايه بيتي بنص تحفه. كام دي معانا؟ يعني دي ب 85 جنيه بس دي النهارده ب 85 جنيه. طب والله العظيم شكلها حلو. الخامه ايه طيب؟ قطن يا باشا قطن. طب عايز اقول لك دي مريحه جدا في البيت حلو قوي قوي تسلم ايديك تحفه تمام. عايز اقول بس ان في هنا تصفيات شتوي كتير كاشات وترنجات وعبايات وبيجامات شغل كتير قوي وسلوبتات كمان. والسلوبتات موجوده عندنا اهي الاسعار بتاعت زمان. انا عايز اقول بس ان اللي هيستلم في خلال الاسبوعين الجايين هياخد اغلى من كده. اللي هيستلم بعد العيد ان شاء الله هياخد اسعار غير كده خالص. طب فليلحق الكميه الموجوده يا جماعه الشتوي. احنا الشتوي عندنا الاسعار بتاعت زمان. تمام. لان نازله هي الموديلات بس نازله باسعار ثانيه عشان مفيش حد يزعل مننا ويقول انتوا غيرتوا السعر ليه. تمام. احنا بنوضح للزبون برده كل حاجه ونوضح لعاملنا عشان خاطر ما يزعلش مننا بحاجه. يعني هيتسنهم يبقوا بنفس الاسعار دي لحد ما الكميه اللي عندهم تخلص. الكميه ما تخلص عشان الكميات محدوده. تمام. الشتوي الكميات عندنا محدوده. بص تمام. سلوبيتا زي كده مش هنقول ب 160 ولا ب 150 لان ممكن الناس عندها بس بالاسعار الجديده. انا عندي بالاسعار القديمه ب 135 جنيه افردها لنا 135 جنيه السلوبيتا ب 135 جنيه اهو السلوبيتا عندنا اهي 135 جنيه لسه ب 135 جنيه السلوبيتا يا جماعه على 135 وعندي السلوبيتا البقره برده موجوده البقره اهو بسعرها كام طيب؟ بالوان كمان يا جماعه زي ما انتم شايفين بالوانها كامل كلها بقرة. بس عشان وقت الفيديو ب 205 بس ب 205 205 عندي جرامين بولر زي كده عامله 125 جنيه البولر دي ب 125 125 جنيه تمام تسلم ايديك. دي بولر جوه وبره يا جماعه بولر بره وجوه وعندي رواب عندي رواب ب 205 برضه ما زالت موجوده بالاسعار القديمه تمام عشان مش حد يزعل مننا مش عايزين عميل يرجع يشكي مننا ويقول انتوا غيرتوا الاسعار ليه. الكميه إيديك. محدوده واحنا بنبيع الاسعار دي على البضاعه اللي موجوده لكن لو استلمت شغل جديد من بعد العيد او من قبل العيد الاسعار هتتغير تمام. احنا عمال ننبه بس عليكم حاجه زي كده تعمل 175 175 جنيه الزبات اللي دي عشان خلاص بعد العيد خلاص هتغلى عن كده اهو ممكن بعد العيد وممكن بعد العيد عشان تجهيز العرايس ممكن نستلم شتوي جديد في خلال الفتره ديت او خلال بعد العيد فالاسعار هتتغير اسعار زمان تمام. اسعار 2022 هم هيفضلوا يبيعوا يا جماعه الكميه الشتوي اللي عندهم سواء بيجامات عبايات ترنجات كاشات شتوي بنفس الاسعار القديمه لو استلموا جديد هيشتغلوا بالسعر الجديد. بصوا يا جماعه في شغل كتير اهو يا جماعه اهو الطقم الثلاث قطع زي ما انتم شايفين بيجامات وبصوا الكاش القمر ده السلوبيتا والكاشات وكل حاجه موجوده اهو في كميه برضه كويسه بس عشان ايه ما نطولش عليك وقت الفيديو. جلابيات بولر ب 135 جنيه استنى لنا اما ارجع بس دي النهارده ب 135 جنيه دي بولر جوه وبره يا جماعه تسلم ايديك على 135 تمام تسلم ايديك. عايز اقول لكم برده في شغل هنا خروج شتوي بصوا الخروج الشتوي موجود اسعار العبايات لسه يزعل مننا تمام. الكميه محدوده لسه بنبيع بالسعر القديم الكميه محدوده ولا يا بخت اللي هي الكميه اللي قدامنا دي كلها الشتوي او اللي بيبيع اونلاين او المحل اللي بيتاجر ومطلوب منه شتوي نقول له الحق باسعار زمان الحق باسعار 21 ب 23 تاخدها باسعار 21 و22 وعايز اقول في كميه يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو كميه كويسه مش محدوده قوي بس هتاخدها بنفس الاسعار العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق مثبت وارقام للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. عنوان تاني برضو العتبه شارع الجيش فوق مطعم كشر الامن مباشره تمام. على ناصيه درب البربره مكتب السوري والتركي تمام. عنوان ما يتوش وان شاء الله تنورينا وزباينك المحترمه تنورنا وان شاء الله نرجع ونقول خصومات للكميات وشحن داخل القاهره وخارج القاهره وفي انسه للرد والاستفسار على قناه التليجرام والحجز وكل حاجه واحنا تمام. تحت امركم وتنورونا ونورتينا يا باشا والله تعبتك معايا وشكرا جدا بحبكم في الله ويلا بينا نشوف العنوان معانا ايه. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل. احنا واقفين دلوقتي في قلب شارع الجيش يا جماعه في العتبه وده مكتب السوري والتركي اللي عملنا منه الجوله النهارده. هتقدروا تيجوا عن طريق محطتين مترو. بصوا كده عايزه اوريكم برضو البوابه اللي هندخل منها هي البوابه دي على طول زي ما انتم شايفين اللي جنب سنتر التوحيد وجنب كمان كشري وحلواني الامل في نفس العماره في الدور الاول علوي يا جماعه ودي بوابه العماره وده المكتب فوق في اول دور زي ما انتم شايفين. لو جايين بقى من اتجاه محطه مترو العتبه هتيجوا من الاتجاه ده هتركبوا مترو من اي مكان وتنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش اللي على اول كوبري الازهر زي ما انتم شايفين كده. هتمشوا مسافه صغيره خالص يا جماعه لحد ما تيجوا عند كشري الامل مشهور ومعروف جدا في شارع الجيش زي ما انتم شايفين. بصوا ده المكتب فوق اهو برضه هتلاقوا اليافطات موجوده بالارقام زي ما انتم شايفين وباب العماره اليماجي على طول.
قبلوا على طول كده. بس لو جايين من محطة مترو باب الشعرية، عايز اقول لكم دي برضو تقدروا تيجوا منها للمكتب، هتنزلوا برضو محطة مترو باب الشعرية، هتخرجوا منها على طول تبقوا في قلب شارع الجيش، هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد درب البرابرة يا جماعة. دي درب البرابرة اللي على اولها باركي زي ما انتوا شايفين كده، انا بديكم علامات مميزة، هتيجوا ظهركم على طول لدرب البرابرة، هتلاقوا على طول كشري الامل في وشكم. احنا هندخل باب العمارة اللي جنب كشري الامل على طول، ونطلع مع بعض للدور الاول علوي، ده اقرب محطتين مترو تقدروا تيجوا منهم. وسايبالكم كمان ارقام للتواصل والشحن، عندنا شحن بالقطعة يا جماعة لاي مكان زي ما انتوا شايفين، بيعمل عروض حلوة جدا، وسايبالكم لينك التليجرام بتاعهم كمان في اول تعليق مثبت. هنطلع مع بعض الاول دور علوي عند مكتب السوري زي ما انتوا شايفين، بيعمل عروض حلوة جدا، وعنده كل ما يخص اللبس زي ما انتوا شايفين كده. هتلاقوا برضو العرض بتاعهم وانتوا طالعين كده، عبايات الاستقبال عندهم كمية منها رهيبة يا جماعة، وعندهم كمان تصفيات شتوي كده. أول دور طلعناه خلاص كده، دخلنا زي ما انتوا شايفين كل شغل الاستقبال هتلاقوه، مقاسات عادية ومقاسات خاصة، مراسي وفسكوز مستورد، عندهم كمان لانجري، عندهم تصفيات على الشتوي. ما تبخلوش عليا بلايك وشير، بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.